قبيلة الأرانب المشاكسة عادت من جديد، ولكن عادت مع سلاحها الخاص. حركاتك يا جميل. وقف شوي، وقف وقف وقف، ركزوا معي طيبين. الله يسعد لي اياكم يا شباب، بدنا دعمكم خلص. ولو صراحة ركز علي، ايش في؟ ربط القناة الجديدة بالوصف حبايبي، اكيد روح يشترك. رح نزل لكم مقطع بعد هذا المقطع، منتظركم هناك. يلا نكمل المقطع. اوكي طيبين، مثل كما تدرون اعزائي الكرام، هون نزل، رجعت الارانب، رجعت من اول وجديد شباب. كلها ارانب رجعت حبايبنا، كلياتها رجعت مثل ما انتم شايفين، مع اللام القديم. الاحاديث دول حديثات، وهاد طبعا كم مرة رجع مع اللام؟ 1 2 3 4، وعندك هون الخامس يا شباب. يعني كل الارانب رجعت شباب. صراحة انا الاكثر قروب بفضله اوكي هو القديم يا شباب. القديم انا بحب، يعني هو الاساس معلم، الاساس يعني الاساس هو الاساس يا جماعه، فهمتوا علي شلون؟ وبنفس الوقت شباب برجع بقول لكم، نزل هون السلاح المخصص لهم اوكي، هو عباره عن جي 36 تمام. رح ندخل نجربه ان شاء الله، فيه 2 ضرر و1 دقه اوكي. ليك شباب اليوم رح نحاول نحصل على باقي حتى الثلج تبعيته اوكي، والبانر وهالحقيب اللوس اوكي. خلينا نقول بسم الله نشوف شو يطلع لنا السلاح. ليتس جو. قبل كل شيء معلم يعني اوكي، تعال يلا التوكن هون، وانا التوكن معك ما يلزموني التوكن، بدي انا السلاح. شو الخاص معلم؟ انا بدي السلاح معلم، السلاح برو، السلاح. انا بدي السلاح شباب، السلاح هو اللي عاجبني. بدك تتوكن تطلع معلم. يا الهي اوكي والله حلو، ناخذ هذول اللوت بوكس. اوه البانر حلو جميل، ها حلو تمام تمام. وعندنا هون هذول، شو هذا؟ قسمة الرويال 7 استخدم للف الحصار على جواز مسيرة، اوكي. هون مع اوووه سنظل نستبدل الجوائز تبعتنا معلم هون بالقسائم الخضراء. والله شيء حلو، شيء حلو هالشيء الجديد يا جماعة. بس ولكن بدنا السلاح، ولو هات السلاح يا زلمة، هالسلاح يا لما تطلع لي الأرنب حبيبي. والله بدنا السلاح أبو شريك، هذا هو يعني عليك. وهيك بكون طلعنا السلاح شباب. حلو، نعمل له هدول، نطلع من الطلبة إلى الخزنة أوكي، نعمل له تزويد. يلا عادي أوكي. أوه ترى شباب الأفاتار لا عن جد شي ناري، عجبني ساوند حط التاني، لا عن جد شي حلو كتير. وينه هذا الجميل؟ اصبر نشوف ملف الشخصي. هذا هذا أوه لا عن جد فيو إفكت صراحة جميل جدا يا شباب. ركز معي فوق، طالع حلو، فيه افكتات يعني الوان وما الوان، شيء باللوز. اوكي الان نروح عند الاسلحه، نعمل تزويد السلاح اللي جبناه من شوي. وينه هذا الجميل؟ هذا هو، هذا هو معلم. ايه برو حركاتك يا جميل، حلو. طبعا اليوم شباب راح نجربه بالجيم، ندخل الجيم ونجربه. ونعمل هون تزويد لهذا الجميل القديم. يا سلام على الحقيبه تبعته معلم. بس ولكن ثواني شباب، ثواني. وصح الحقيبة الزرقاء حلوة بس شباب، بس انا متعود على حقيبة الفاير بلس اول يعني، واللي هي هي يعني معلم هيك صار اللوز اللوز، فهمتوا علي شلون؟ حلو اوكي ندخل نلعب جيم شباب. بتعرفوا كم صار لي ما يلعبان يا جماعة؟ صار لي فترة كثير كثير ما يلعبان شباب اللعبة. هيك شوف كيف لعبي صاير مع هالقروب معلم والسلاح اللي تبعه. بسم الله ليتس جو عليكو. يا الهي يا الله يا جماعة، هذيك القديمة وهالحركات، يا سلام عليك. طبعا شباب بعرف ساحب كثير اوكي، بس خلص ان شاء الله يعني خلص هالمره يعني راح يكون وضع ان شاء الله باللوز. مثل ما بتعرفوا يعني انه كان في بلع كنت سترايك شباب من ايام زمان، وما كان عم بيروح، كان لازق بالقناه. الحمد لله باقي له كم يوم ويروح، ان شاء الله الامور راح تكون باللوز باذن الله تعالى. نرجع لمحتوى اسطوري باللوز ونكمل الاوضاع. ليتس جو بوي. اوكي اوكي التنين المشاكس، الله اوكي لازم شفنا شيء هالسلاح شباب. تعرفوا اوبا انزل يا جميل، اشوف كيف صار لعبي يا شباب. الله يستر بس اوكي نزل. ويييي سكوادات، بسم الله الله يستر. بدنا نجرب، الهدف انه نجرب شو اسمه يا جماعه. اوبا غنيمه مهمه، عم بسكوادات. انا ليش نزلت لهون؟ الله يستر بس، الله يستر بس. ويييي دول وصلوا معلم قبلي، اكنك انظر عليكم. وين بدي اروح حالي انا هلا؟ انا متت، انا بدي اعتبروها متت معلم، عليكم انه مت. لدي سلاح رح... اي اوبا اوكي 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 لازم نحاول نجيبنا. يا الله يا الله زمان ما يلعبان يا شباب. تاخذون هون بس، ناخذ بس نطلع شيء السلاح هذا. ايوه ناخذ هذا البفر، البفر حلو هذا البفر.
عجبني. ايه شي لي يا الله صاير مبنى. اوكي ما في مشكله. اوكي وين البني ادمين؟ عندي ثلجي. وين هدول متخبين ولا شلون؟ ونشوف. اوه هي واحد داون. ايش رخي؟ اوه واحد نزل. اوبا بوتات هدول. ايه انا شو بدي افرجي هو بالسماء. ليش حرام يعني شباب؟ اول جيم باللعب يعني اعتبروها تحميد. تحميد عباره عن تحميد معلم. عم نحمي معلم. اوكي يلا هاي الجيم التالي معلم راح تكون شباب باللوس. اوه برغاتوريا طيبين زمان عنها. اوه يا من برغاتوريا من برازيليا معلم. مين تذكر الايام حبيبي والله. يلا ندخل معلم نجرب حظنا هالمره. شوف اللوس كيف. بسم الله يلا يا شباب. تحميد عباره ثاني شباب. اهم شيء نجرب السلاح شباب. فهمت علي؟ خلينا نشوف السلاح هالمره. ايوه اوه غنيمة مهمه فلننتبه. في ناس كثير هون يا معلم. غنيمه مهمه. في ناس مهمه. انتبه يا باي براذر. وين نزل بهالبيت معلم باللوس والبرازيل. سلام. واحد نزل هنيك. ايوه با. حلو لدي سلاح كره ميت. ناخذ هذا. حلو شو في هون؟ حماس. لازم شي درع شي خوذه. في واحد هون نازل جديد. ايوه هون شو في على هون؟ حلو وفي كار ما يلزمني. ايوه اللوز عندي اياها. في ناس فوق. شوف واحد كان. قل لي شو هذا؟ هذا كان لاعب ولا شو؟ لاعب ولا شو؟ اي واحد يا جدك. واحد بعد الساحة. من صاحبنا هذا مالي؟ اي شايفه؟ عندي شي قنبلة؟ عندي قنبلة. وين القنبلة؟ واحد جاي؟ أما ما شفته؟ أبي دم؟ مرتاح معلم خربانة. طيب الأوبن ما معي لا تجي ولا شيء يا شباب. وين هذا؟ شكله هون. هرب. تمش اي مزبالي. لك اي مزبالي يا ول. فنش. وين على الحظ يا جماعة. واحد طالع منيك معدل. واو في واحد جاي من فوق. بوتك حلو. تم الهزيمة بنجاح ولا شنو يا شباب؟ هذا السلاح الجميل. وين هذا السلاح؟ واو يا جماعة في سلاحنا. راح ألعب أشياء مختلفة كثير علي صراحة. أوه حبيب والله. برازيل. أوه هي واحدة جديدة. ويييي لغاية لي كل ال هبط. الله عليك. ما بلش امتى زبط معي. وين ابيرو وين
انا فوق هذا شكله ولا شنو؟ ما يموت هذا يا الله ولا شلون؟ ربيته يا زلمة. لا 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 مو اختك. لك لا 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 العلامه لا لك لا لك لا يا ابو شريك. اوف رحت راح اروح فيها. شنو هذا؟ هرب عليكم. لا حرام يا الله كانت مواجهه حلوه والله يا شباب. ما راح نغلح نقدر نجرب سلاح هذا ولا لا؟ ايوه يا جماعه بعد ما لعبت ما اعرف كم جيم مع الليم ما طلع لي هذا السلاح. شيء غريب عجيب يا جماعه. اوكي راح نجرب سلاح مع الليم هنا بالتدريب. نجرب على صاحبنا عشانات عم بضرب هيك على الخفيف. عشانات خمسين دمي معلم. يا جدك علم بالتدريب معلم لازم تدري. اي خلاص صار وضع اللوز معلم. يلا جاي نركز شوي نحط هذا شوي معلم. الجوكر ابلع ابلع دمي معنا. ما في دم. دمي 27. يخرب بيت الروقة دمي. يا الله. الحظ الزفت. تعالوا هذا الوقف هذا. رشينات باللوز. حبيبي والله. تعالوا معلم تعالوا وينكم 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 وينكم. 19 من العلم. 9 الله عليكم الغدار. لا خلينا نعرف يعني شو دخلك فيني معلم؟ انا من اللعبه اللي زبط الشباب ولو شو عم يعمل هذا؟ بيعمل حركته؟ شو عم بيصيروني؟ اصبر يا معلم اصبر نشوف. هلا بوي هنا انتم يا جميلين جرب السلاح. شو رقم السلاح يا جماعه؟ انت شايفه يا جميل؟ معه يو ام بي يا زلمه. طيب بعدين خلينا نقتل التوب 1 من نينجا تاتو. لا لا ليش تشتغل يا اخي؟ خلونا يلا طير يا جو. نطلع طير طير يا معلم. معه البربر البربر. تعال شوفوا هذا. عارفين يمين عارفين يمين يا شباب معلم. طب والله في جنب حدا معاي والله. عليك كلمك عليك كلمك. لا يا جميل. اوكي طيبين هيك بكون انتهى مقطع اليوم الشباب. شو رايكم استمتعتوا بهذا المقطع؟ صار لي زمان ما لعبت جيم بلاي، ما لعبت هيك فايتات وما فايتات ولعب بالباتل رويال وهالاشياء الحلوه. اوكي طيبين ما تنسونا بزر اللايك الله يسعد ليكم. ما تنسوا تشاهدوا شباب القناه الجديده. شباب راح ننزل لكم مقطع بعد هذا المقطع، راح ننزل لكم مقطع ان شاء الله باللوز. لايك نتصلكم بالقناه الثانيه. شباب اللي يروح على الوصف روح شوف المقطع راح انزل لكم اياه بالقناه الثانيه. اوكي شوفكم مقطع جديد هون. سلام عليكم.